يقول حكم من لم يتمذهب. نفرق بين دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب. فدراسة المذهب طيبة، الإنسان يدرس العلم الشرعي الفقهي بالذات على مذهب من المذاهب، هذا شيء جميل جيد لأنه مرتبة متعوب عليها الكتب. أما أن يقول أنا شافعي أنا مالكي أنا حنبلي أنا ما في داعي أبدا، أنا مسلم تكفيك، أنا مسلم والحمد لله، ولا تلتزم بمذهب معين، هذا الأصل. لكن كدراسة لا، ادرس المذاهب، المذاهب طيبة مخدومة ومتعوب عليها ومرتبة جدا يعني. نعم.